أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الاهتمام بالشباب والعمل على تدريبهم يحل أولوية بارزة ضمن اهتمامات المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسياسته الرامية إلى تنفيذ الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في العمل على تأهيل الشباب وتزويدهم بكل الإمكانات لإفساح المجال أمامهم لإطلاق طاقاتهم نحو مواصلة عملية البناء والتحديث. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح له بمناسبة انطلاق النسخة 10 من مدينة شباب 2030 بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة: تعتبر مدينة شباب 2030 في النسخة 10 مكانا مناسبا للتركيز على مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، والتي ستحمل شعار بحريني وافتخر في إطار الاهتمام بتعزيز المواطنة والانتماء للوطن، وذلك عبر تدريب الشباب وتأهيلهم بطريقة متميزة تجعلهم نماذج فاعلة في المجتمع وقادرين على الدخول في سوق العمل متسلحين بالعلم والمعرفة والتدريب الاحترافي الذي توفره لهم مدينة الشباب. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: نسعى عبر مدينة الشباب إلى بذل قصارى جهدنا لإعداد شباب البحرين وتمكينهم وفق متطلبات المرحلة المقبلة من العمل الوطني التي تتطلب جهودا استثنائية مضاعفة من الجميع لتحقيق رؤية المملكة 2030. وإننا نرى أن مدينة الشباب التي استمرت لنسختها 10 خطوة مهمة من أجل تعزيز فرص الشباب البحريني في دخول سوق العمل، وذلك عطفا على ما تقدمه المدينة من البرامج العملية والعلمية التي ستقدمها المدينة والمتطابقة مع تدريب الشباب ومتطلبات سوق العمل في المملكة. وتابع سموه: لقد شهدت مدينة شباب 2030 بزوغ نجم العديد من المواهب الشابة التي كانت سمتها الغالية القدرة على الإنتاج والإبداع والتعاون باعتبارها سمة راسخة من سمات الشباب البحريني. ونتطلع مع انطلاق مدينة الشباب أن تواصل المدينة تخريج أفواج من الشباب يمثلون الواجهة المشرقة لنمو وازدهار المجتمع البحريني، وتقع على عاتقهم مسؤولية عظيمة في تكوين المخزون الحضاري للمملكة وصياغة مفردات تطورها. ودعا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الشباب البحريني إلى المشاركة الفاعلة في مدينة الشباب والاستفادة من برامجها التدريبية التي تقدمها، والحرص على نهل العلم والمعرفة ومواكبة روح العصر والتحلي بروح الإبداع والتميز، والحرص على أخذ موقعهم الحقيقي في التنمية.